والآن مع كلمة الإعلامي الكبير مكتشف المواهب السفية الدكتور حاتم العناني. السلام عليكم. يعني مرحب بكم في مهرجانكم الدولي أطفال فوق العادة الأول. المهرجان ده خد منا وقت كتير جدا، وبذلنا والله فيه مجهود كتير، وخصوصا الأستاذ أحمد بذل مجهود كتير جدا فيه، حتى الكلمة كان بصححها للأطفال. المهرجان ده مشارك فيه نحو 40 دولة داعمة باللوجو، مش دعم مادي، هو مجاني طبعا، وإحنا لا نأخذ أي دعم مادي. المهرجان ده مشترك فيه نحو 40 دولة أو منظمة، معظمهم في الأمم المتحدة. وطبعا أفضل حاجة نختارها كلمات الأستاذ أحمد مرسي، لأن الأستاذ أحمد مرسي طفرة إبداعية ومسار نامي قادم. طفرة إبداعية ومسار نامي قادم، فالانبهار بأدائه يهاجر إلى كل الدنيا أو يصل إلى كل الدنيا، لأنه يتميز بأسلوب منفرد عن الآخرين، وله مكونات ومفردات وهبه الله إياها. وشكرا. شكرا للإعلامي الكبير الدكتور حاتم العناني.